يا مساء الورد والفل والياسمين على كل أعزائي المشاهدين اللي بيتابعونا من مصر وكل الدول العربية. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم جميعا، وحلقة جديدة من برنامجنا درتين وراجل. وحابة أرحب بدرتي اللي كاتمه على قلبي ونفسي، شيماء البدري. أهلا يا شيماء. أهلا يا شيماء، ومساء السعادة، مساء محمد بكل خير على كل مشاهدينا، وحشتونا جدا. موضوعنا النهاردة غريب شويتين، محدش اتكلم عنه كتير قبل كده، او محدش اتكلم عنه قبل كده. ان احنا يبقى عندنا بنك ندخر فيه فلوسنا، دي حاجه معروفه. وان احنا يبقى عندنا بنك ندخر فيه الدم، برضو حاجه معروفه. لكن الغريب بقى والغير عادي ان يكون عندنا بنك الوقت. عشان نعرف اكتر عن بنك الوقت تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء. فعلا يا شيماء، موضوع مهم جدا جدا، وتم تطبيقه بالفعل في ايطاليا وسويسرا، بس للاسف في عدد كبير من الناس محدش يعرف ايه هو بنك الوقت ده. بنك الوقت ده عباره عن بنك بيفتح لاي شخص يتقدم فيه بحساب عدد ساعات. ايه عدد الساعات دي؟ بتتعامل ازاي؟ اللي هو بيبذلها في خدمه المسنين والمرضى، وبتتجمع عدد الساعات دي في حسابه في البنك. وعند الحاجة للمساعدة بيتم التواصل تاني مع البنك، يبعتوا له متطوع آخر بيقوم بمساعدته وبيخصم من عدد ساعاته في البنك. يعتبر بنك الوقت دوت تضامن ضمان اجتماعي مادي ما فعلي وليس مادي. يعتبر ضمان اجتماعي فعلي وليس مادي. وأهم فايدة البنك الوقت، بنك الوقت ده يعتبر بينشأ ترابط اجتماعي وبينمي روح الجماعة في المجتمع. طب مين الجميل بقى اللي عمل بنك الوقت ده؟ الراجل الجميل ده اسمه إدغار كاهن. إدغار كاهن ده ألف كتاب اسمه دولارات الوقت، تايم دولار. بعد ما ألف الكتاب ده، عشان هو راجل مفكر حب يعمل بنك الوقت، سجل عبارتين: بنك تايم ودولار تايم، يعني بنك الوقت ورصيد الوقت. تمام. وعمل أول تراب ميرك ما بين يربط ما بين العملة النقدية وما بين الوقت. وفي سويسرا كمان او روسيا تقريبا، كان في قصه كده طالب بيحكيها، ان هو كان مستاجر غرفه عند واحده ست عندها 67 سنه. كان دايما بيستغرب ان الست دي ملهاش حد خالص، بس كانت بتخرج يومين في الاسبوع وبتبات بره. فسالها: انت بتروحي فين؟ يعني انا دايما بلاقيكي ان انت مش موجوده. قالت له: انا برعي مسن عنده 87 سنه. قال لها: معقوله؟ طب هو انت محتاجه فلوس؟ قالت له: لا، مش محتاجه فلوس، انا ببرع بوقتي عشان الاقي اللي يراعيني. ما فهمش الكلمه دي الا لما الست دي وقعت اتكسرت، وجالها متبرعين من بنك الوقت يراعوها. مش بس كده، ده كمان اتطبق في اليمن سنه 1973، تريكو ميزوشيما. هو ده اللي طبق، بس ده ما كانش بنك الوقت، ده كان خبرات، تبادل خبرات مع بعض، اللي هو عاملين مكان كل واحد عنده خبره في حاجه معينه بيروح يعملها وبياخد مكانها خدمة أخرى. بنك الوقت اتطبق في دول كتير جدا: اليابان، سويسرا، روسيا، إيطاليا، دول كتير جدا من دول أوروبا. ويعتبر بنك الوقت ده ليه شروط ومبادئ. أهم شروط بنك الوقت إن يكون المتقدم عنده القدرة، سليم صحيا وعنده القدرة على بذل المجهود، ويكون بيقدم الخدمة بنفس راضية وبروح الحب. أهم مبادئ بنك الوقت إن كل شخص هو أصل البنك، ويعتبر والشبكات الاجتماعية ضرورية، ويعتبر تقديم المعاملات تعتبر بالنسبة للأعمال. سوري يا جماعة، أنا رأيي حلو، يعني لو احنا طبقنا بنك الوقت ده في مصر ده هتبقى فكرة حلوة جدا. مستنية اقتراحاتكم على صفحة البرنامج، تقولولنا رسايلكم ايه رأيكم لو طبقنا بنك الوقت في مصر، ده هيبقى شيء كويس ولا لا. يعني في ناس كتير جدا ممكن يكون ربنا ما رزقهاش بخلفة، وفي ناس ممكن تكون خلفت بس ولادها مسافرين في حتة تانية. لو احنا طبقنا الموضوع ده بالنسبة للمسنين ده هينفع جدا 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 جدا. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم ولسه مكملين في موضوعنا المهم جدا، بنك الوقت. مع كثرة، انت ايه رايك لو موضوع بنك الوقت ده اتطبق في مصر؟
جميل جدا ان موضوع بنك الوقت يتطبق في مصر، افضل من ارسال المرضى او المسنين لدار رعايه. على فكرة الموضوع ده متطبق عندنا بس في الجامعات الخيرية، بس بيسموه عمل تطوعي، بس ما بتاخديش مقابله حاجة، يعني ولا بتاخدي مقابله فلوس ولا بتاخدي مقابله وقت. المفروض يطبق النظام ده في مصر، لان في ناس كتير بتحتاج للمساعده. مش شرط المساعده كان انا اساعد مريض او ان انا اساعد كبير سن، لا، ممكن اروح اشاهد شخص في البيت في المنزل، اساعده في الطلبات، اساعده في ان هو ينزل يعمل شوبينج، اساعده ان هو يروح يتفسح. يعني لو حد مثلا عنده عربيه وحد مثلا مش قادر ان هو يسوق، التاني بياخد العربيه مثلا ويسوق ويوديه له مشوار، او لو حد عايز طلب من تحت ممكن مظبوط يجيبه له. مظبوط. عارفه ممكن كمان لو حد، لو مثلا انا مهندس ديكور مثلا وبعمل شقتي، وعندي مثلا حد تاني مثلا في مقابل خدمه تانيه، ان احنا ممكن نتبادل الخدمات، ما يبقاش برضو وقت بس، يعني ممكن تكون خدمه زي قصاد خدمه زي اليابان ما عملت. مظبوط. واسمى حاجه في الوجود ان اللي يكون المتقدم او اللي بنك الوقت ده يكون عنده القدره على الخدمه والعطاء، ويكون عنده حب ومساعده الاخرين، لان هي بتعتمد على الحب، ان انا اساعد حد عشان الاقي المقابل في المساعده. مظبوط. لكن ان انا مثلا ان انا اساعد بمقابل مادي، انت مش هتلاقي كده، ولازم يكون في حب الرحمه واحترام كل الكائنات البشريه، ان انا احترم كل حد موجود. تمام. ولازم يكون عنده رحمه، ولازم يكون عنده مساعده حب الغير، ده طبعا احنا متفقين عليه. بس هنا في مصر هيقول لك لا انا عملت حاجه انا هاخد فلوس، يعني هو ده دايما كده الشعب المصري كده. ما ده اللي احنا بنتمناه، ان السلوك يتغير، وان يكون الخدمه مش مقابل مادي، لا، الخدمه مقابل خدمه، العطاء مقابل عطاء. مظبوط. احنا بنقول ان يعني احنا بنطالب ان احنا نعمل مبادره زي لبنك الوقت دي، حاجه هتبقى حلوه جدا جدا جدا. لو انتم موافقين على حاجه زي دي انضموا لصفحه البرنامج وقولوا لنا، واحنا ان شاء الله هندعم الموضوع وربنا يسهل باذن الله، ونتم حاجه زي مبادره بنك الوقت باذن الله. وانت ايه شيماء، لو بنك الوقت انت ممكن تروحي تتبرعي فيه؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد طبعا، لاني هلاقي الخدمه دي بعدين، ان انا لما تراعي مسن مثلا تحبي تعملي حاجه زي دي. اكيد انا أكيد. احب قوي اروح العب مع اطفال ايتام. اكيد والواحد يحب يساعد الاخرين. مظبوط. ان شاء الله استنونا في حلقه قادمه من برنامج درتين وراجل.